بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من المحاضرة، هنتكلم على الرياكشنز بتاع الالديهيدز والكيتونز. ليه الالديهيدز والكيتون بتتفاعل، او ايه اللي ورا التفاعل ده؟ لو فهمت اللي وراه هيبقى بالنسبة لك التفاعل نفسه سهل، تمام؟ طيب ايه اللي ورا الموضوع ده؟ قال لي المين ريزون فور رياكتيفيتي بتاعت الكربونيل والالديهيدز هو وجود الكربونيل جروب سي دبل بوند او. السي دبل بوند او يعني فيه باي الكترونز، الباي الكترونز موفابل، وعندي اكسجين ليها الكترون نيجاتيفيتي عاليه، يبقى تقدر تسحب الالكترونز بتاع الباي الكترونز ناحيتها شويه، فتبقى هي نيجاتيفلي تشارجد والكربون بوزيتيفلي تشارجد. ولما احط التو فورمز دول هلاقي الفورم ده نيوترال، لكن الفورم ده ايه؟ بولارايز. طيب التو فورمز دول هل المركب موجود في واحده منهم او الاثنين او ايه؟ يعني ايه الريل ستراكشر؟ ايه الريل ستراكشر؟ ان هو لا هو نيوترال زي كده، ولا هو كومبليتلي سيبريتد تشارجز، يعني هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، ولا هو دبل ولا هو سنجل. فبالتالي بنقول ان المركب هايبريد من الاثنين، يعني بين انه يبقى دبل وبين انه يبقى سنجل، بين انه يبقى الكربون معلش تشارج والكربون عليها بوزيتيف تشارج. فبنحط السهم اللي ليه راسين، السهم اللي ليه راسين يعني لا هو ده ولا ده، امال هو ايه؟ ان بتوين، وهو اقرب طبعا للنيوترال يعني، بس في تريسز من التشارج على الكربون، في تريسز من النيجاتيف تشارج على الاكسجين. فده بيخلق دايبول. يعني ايه دايبول؟ داي بول، بول بوزيتيف وبول نيجاتيف. وده اللي لما نفتكر في الدايبول ده كان سبب ارتفاع البويلنج بوينت، وهو برضو سبب الايه؟ الرياكتيفيتي. طيب قبل ما نتكلم على الرياكشن بيتم ازاي، انا هسالك ايه الحاجه اللي تزود الدايبول مومنت؟ عايز اعرف. يعني انا عندي في الكيتون ار وار، صح؟ وبالتالي في بارشل تشارج بوزيتيف على الكربون وبارشل نيجاتيف تشارج على الاكسجين. طب يا شباب لو انا شلت الار دي وحطيت اتش، يعني خليته الدهيد، ده يقلل ولا يزود البوزيتيف تشارج على الكربون؟ حد يقول لنا كده؟ يعني بدل 2 ار بقت 1 ار 1 اتش، ده يقلل ولا يزود البوزيتيف تشارج؟ مفيش اجابات. يعني يقلل البوزيتيف تشارج، يعني الالديهيد اقل في البوزيتيف تشارج ولا يزود؟ يوسف قال يزود، اسراء قالت يقلل. العمليه ماشيه ايه؟ حبه فوق حبه تحت. يزود البوزيتيف تشارج. دي الالكايل جروب بتدي الكترونز، الكترون دونيتنج، فبالتالي الالكايل جروبز بتدي الكترونز بتقلل البوزيتيف تشارج. لما يكون عندي اثنين الكايل جروبز يبقى تتوقع البوزيتيف تشارج تقل ولا تزيد؟ تقل في الكيتو عنها في الالديهيد. ولذلك لما نشوف الرياكتيفيتي بتاعه الكومباوندز دي، يعني الكومباوندز دي تتفاعل، كل ما تزيد البوزيتيف تشارج على الكربون كل ما الايه المركب يبقى رياكتيف، عايز يتفاعل، بوزيتيف تشارج ده عايز تاخد الكترونز من الايجنتس، تمام؟ فبالتالي لما اجي ارتبهم من حيث الرياكتيفيتي، مين اللي مور رياكتيف، الالدهيد ولا الكيتون؟ لو كانوا زي بعض الالدهيد، تمام. طب في الالدهيد الفورمالدهيد ولا ال باقي الالدهيدز، مين اللي مور رياكتيف؟ الفورمال بعد. اديك عرفت اللي احنا كنا هنقوله في الايه؟ في السلايد اللي بعديها. الناس اللي بتشطب دول. طيب يبقى انا لو حبيت ارتبهم حسب الرياكتيفيتي هلاقي ان الفورمال دهايد الكربون عليها بوزيتيف تشارج اعلى بكتير من ايه؟ من باقي الالدهيدز. الالدهيدز الكربون بوزيتيف تشارج بتاعتها اعلى بكتير من الكيتون، الكيتون اعلى بكتير جدا من الاسترز اللي فيها برضو كربونيل، اللي فيها ايه؟ كربونيل. ولذلك الاولانيين الالدهيدز والكيتونز بيتفاعلوا بطريقه مختلفه شويه عن مين؟ الاسترز. لكن الريت اوف نيوكليوفيليك رياكشنز هتلاقي الفورمالدهيد مور رياكتيف عن باقي الالدهيدز. الابانوب ما فهمش الحته دي، هنقول له ايه؟ الدبل بوند بيحصل لها بولاريزيشن بين الكربون والاكسجين، الاكسجين بتاخد النيجاتيف تشارج والكربون بتاخد البوزيتيف تشارج. طيب البوزيتيف تشارج بيتم تعويضهم منين؟ من الجروبز اللي مرتبطه بالكربون. لما يكونوا الاثنين اتش فما فيش اي نوع من ايه؟ من السبورت. لكن لما تدخل واحده ار يقلل البوزيتيف تشارج شويه، يدخل اثنين ار يقلل شويه.
فبالتالي بقول ان البوزيتيف تشارج اعلى في الالديهيد الفورمالدهيد عنه وعن باقي الالديهيد عنه عن الكيتون، ولذلك الفورمالدهيد مور رياكتيف عن مين؟ عن البنزالدهيد عن باقي الالديهيد مور رياكتيف عن مين؟ عن الكيتون. تمام؟ طيب يا شباب نيجي للايه؟ طيب هل ده هيخلق رياكشنز؟ يخلق رياكشنز كتيره جدا. الرياكشنز دي هنقول عليها ايه؟ نيوكلوفيليك اديشن. وجود دبل بوند يعني ممكن يحصل اديشن، حاجه تيجي على الكربون وحاجه تيجي على الاكسجين، بنسميه في النهايه اديشن. طيب مين اللي هيبدا الرياكشن؟ مين اللي يبدا الرياكشن؟ مين اللي يدور على ده في بوزيتيف تشارج على الكربون، فمين اللي بيبدا رياكشن؟ نيوكلوفيلز. يعني ايه نيوكلوفيل؟ الريجنس اللي بتدور على ايه؟ بوزيتيف تشارج، اي عندها الكترونز عايزه تديها فتدور على، نسميها نيوكلوفيل. نيوكلو اللي بيدور على مكان في بوزيتيف تشارج. طب ما هو بيدور على مكان في بوزيتيف تشارج ليه؟ لانه عنده الكترونز يديه. ده جنرال ايكويشن، هنلاقي 100 رياكشن على نفس الطريقه. لو فهمته دلوقتي هتفهم كل الرياكشنز، بالنسبه لك تبقى ايه؟ بيس اوف كيك، سهله خالص. الجنرال الميكانيزم ده هيفهمونا. النيوكلوفيل بيعمل اتاك، ودايما افتكر في الميكانيزمات لما يبقى في سهم كيرفت كده، السهم ده بيشير الى مين؟ لا مش اس ان 2، اس يعني سبستيتيوشن يوز، احنا بنقول اديشن. هنا اهو نيوكلوفيليك اديشن. طيب لما نلاقي الالكترونز دي بتطلع من النيوكلوفيل للبوزيتيف تشارج، دايما السهم في اللي هو الكيرفت ارو في الاورجانيك كيمستري بيشير الى اتجاه الالكترونز مش الاتاك. يعني مش هقول فلان بيعمل اتاك على فلان فاعمل السهم من فلان لفلان، لا، السهم ده اتجاه الالكترون، زي كده اتجاه العربيات اللي في الشارع ليها اتجاه واحد، نفس القصه. الالكترونز جت من النيوكلوفيل للكربون يبقى نقول السهم يمشي كده اهو، لو العكس طبعا لا. وبالتالي الدبل بوند نفس القصه اهي، راحت للايه؟ السي دبل بوند اهو راحت للاكسجين. يبقى مين اللي سحب الامور دي كلها؟ الاكسجين الكترون نيجاتيف في دبل بوند، في كربون عليها بوزيتيف، في نيوكلوفيل هنا موجود بيحاول يعمل. طيب يبقى دخلنا النيوكلوفيل على الكربون والاكسجين خدت النيجاتيف تشارج، هنا هو بقى سعادتك يجي الخطوه الثانيه اديشن للاتش. فلو انا عندي نيوكلوفيل، نيوكلوفيل ده اسم عام يعني يشمل ايه النيوكلوفيلز؟ النيوكلوفيلز حاجات كتيره زي مثلا الار ام جي اكس. فين النيوكلوفيل هنا يا شباب؟ الجرينير ريجنت الار عليها نيجاتيف، تمام، هنشوف كتير يعني بعد شويه، والسي ان عليها برضه نيجاتيف تشارج. كل الاديشن رياكشنز، اديشن يعني حاجتين هدول، تمام. عامه الميكانيزمات ما بتخرجش عن سبستيتيوشن اديشن اليمينيشن ثلاثه، وفي فري راديكال. بعد كده السبستيتيوشن في نيوكلوفيليك والكتروفيليك وفري راديكال. فبالنسبه لنا هنا في الالديز والكيتونز المين رياكشن بتاعهم اديشن، والدرايفنج فورس مين اللي بيبدا الرياكشن؟ ان يبقى عندي سترونج نيوكلوفيل هو اللي بيعمل الاتاك على مين؟ على الدبل بوند. لو انت فهمت دي هتلاقي الامور بالنسبه لك بيس اوف كيك، تمام. طبعا الكربونيك دي ممكن ازود الالكتروفيليسيتي بتاعتها، سوري الالكتروفيليسيتي بتاعتها انها تتفاعل، اني مثلا احطه في اسيد ميديوم يبقى في اتش هنا تزود البروتوني البولاريزيشن لو في بروتونيشن. anyway يهمني تفهم الجنرال ميكانيزم الاول، هتلاقي كل الرياكشنز كده اهو بنفس الطريقه. طيب نشوف كاتبينها تاني اهو بنفس الطريقه، ادي النيوكلوفيل، ادي الكربونيل اهي، النيوكلوفيل بيعمل اتاك هنا، الالكترونز بتيجي على الاكسجين وبعد كده يدخل اتش، هو نفس الكلام، تمام. طيب اديني مثال يا دكتور. اول مثال هو الاديشن اوف اتش سي ان، وهنا لازم نفتكر ان اتش سي ان ده مركب ايه؟ هيدروجين سيلاين. الهيدروجين سيلاين ده مركب ده اسيد اتش وسي ان. فين النيوكلوفيل يا شباب؟ فين النيوكلوفيل في الاتش سي ان؟ مين اللي بيدور على البوزيتيف تشارج؟ محدش كاتب ليه؟ ايوه السي ان، صح كده؟ سي ان شاطرين. يبقى انا لما يبقى السي ان هتدخل على مين؟ على الكربون ولا على الاكسجين؟ السي ان تدخل على الكربون ولا على الاكسجين؟ الكربون، شاطرين، تمام. يبقى دي السي ان دخلت على الكربون، والاتش دخلت على مين؟ الموضوع بسيطه، دخلت على الاكسجين. يبقى ادي الاديشن،
سي ان على الكربون و اتش على الاكسجين، واضح؟ والرياكشن ده ريفرسبل، يعني زي لو زودت الاتش سي ان يمشي في الاتجاه ده، لو قللت الاتش سي ان او عملت حطيت ميه يحصل ايه؟ هيدروليسيس ويديني ده. تمام. طبعا الرياكتيفيتي بتاعت الرياكشن ده هتلاقي الفورمالدهيد مور رياكتيف عن الالديهيدز، الباقيه مور رياكتيف اللي هو احنا قلناه من شويه. تمام. ال اتش سي ان بنجيبه منين؟ بنجيبه من الصوديوم سيانايد او البوتاسيوم سيانايد في اسيديك ميديوم. وخلي بالك انت هنا بتتعامل مع فيري توكسيك كومباوند، الاتش سي ان او حتى الصوديوم سيانايد او البوتاسيوم سيانايد ده كان كيل ان مينتس او ليس ذان مينت. لو اديت لحد او انجستد او انجكتد بالحقنه او الاتش سي ان بقى ده جاز، يعني الجاز نفسه لو شميته بالسلام الرياكشن ده فيري توكسيك، يعني مش يتعمل بسهوله جدا في اي معمل، لا دي معمل معين. لكن ليه اهميه؟ تقول لي طب انا يعني ايه اللي خليني اتعامل مع حاجات توكسيك كده؟ ان انا هنا الرياكشن ده اول حاجه كان عندي مركب فيه 1 2 3 4 4 كربونات، المركب اللي طلع ده فيه كام؟ 1 2 3 وده 4 وده 5 بقى 5. طبعا السلسله فيها 4 زي ما هي بس المثال سبستيتوت. طب السيانو دي جروب او النيتريل جروب دي ايه اهميتها؟ ان انا عملت لها هيدروليسيس تديني اسيد، فانت جاب لك الفا هيدروكسي اسيد، يبقى زود عدد الكربونات في الكومباوند. ودي في السينثيسيس استراتيجي، انا ببدا ممكن بمركب صغير واكبره او العكس، فالرياكشنز اللي بتكبر السكيلتون او تصغرها من الرياكشنز المهمه جدا، لان يعني بتعمل كونفرجنز كتير. تاني حاجه بيدخل تو فانكشنال جروبس، دخل او اتش ودخل سي ان اللي هي ممكن تتعمل هيدروليز تبقى اسيد، والاسيد تحول لاستر والاستر امايد، يعني بيدي ريتش كونفرجنز من مركب كان كيتون خدت منه الفا هيدروكسي نيتريل او اللي بيتحول بعد كده الالفا هيدروكسي اسيد. تمام. فالرياكشن ده من الرياكشنز ايه اللي سينثيتيكالي امبورتنت، يعني بنعتبرها في السينثيسيس رغم ان الاتش سي ان فيري توكسيك كومباوند. تمام. طيب ادي، لكنه في النهايه هو دايركت ابلكيشن للمين ميكانيزم اللي شرحناه من شويه. طب نيجي للي بعده، الايه؟ الفورميشن اوف امينز، اللي هو ايه؟ الرياكشنز بتاعه الالديهيدز. ادي الالديهيد اهو، وده في سوري كيتون. الكيتون اهو بيعمل رياكشن مع الامينز. الامين عشان فيها لون بير اوف الكترونز فهي نيوكلوفيل، ده برايمري امين، فبالتالي النيوكلوفيل يبقى هاجم مين؟ هاجم الكربون، ويعمل كده اهو. بس خلي بالك النيتروجين عليها بوزيتيف تشارج، تخلص من البروتون. طب البروتون هيروح فين يا شباب لما يطلع؟ هيروح للاكسجين اللي بقى عليه نيجاتيف تشارج. فكان ضفت الار ان اتش على الكربون والاتش الثاني على مين؟ على الاكسجين. ادي على خطوتين اهو. تمام. الخطوه الاولانيه نيوكلوفيليك اتاك، والخطوه الثانيه ايه؟ البروتونيشن زي ما انت شايف. بس خلي بالك الكربونه دي اصبح عليها ايه؟ اصبح عليها هيدروكسيل، واصبح عليها امينو جروب، والامينو عليها ايه؟ لان عليها اتش، فده بيدي فرصه للاليمينيشن اوف ووتر، يعني تطلع او اتش من هنا واتش من هنا اهو. تمام. او اتش واتش، فالاليمينيشن اوف ووتر زي ما انت شايف كده اهو يديني ايه؟ امين. يدي ايه؟ امين. وبالتالي البرايمري امينز لما تتفاعل مع الكيتون بينتهي الرياكشن. بص للبدايه اللي بدانا بيها والنهايه، كاني خدت الاكسجين دي مع الاثنين اتش. واضحه دي ولا لا؟ تمام يا شباب. الحته تاني، يعني انا لو بدات بكيتون وامين هتلاقي ان الرياكشن يديك البرودكت اللي انت متعوده، يعني ار ان اتش تدخل على الكربون واتش تدخل على الاكسجين اللي هو ده. بس ده انترميديت ما بيقفش عند كده، ده بيتحول بعد كده الاو اتش والاتش اللي على الام، يحصل اليمينيشن لووتر ويديك امين. المركبات دي بنسميها امين او شيب بيس. فالرياكشنز دي ممكن تتم مع الامونيا او مع البرايمري امين او مع السكندري امين زي ما نشوف بعد شويه كده، بس بطريقه مختلفه مع السكندري امين. معايا كده يا شباب؟ يبقى في حاله الامين بيحصل النيوكلوفيليك اديشن ولكن بيعقبه اليمينيشن اوف ووتر، فبنسمي الاديشن ويعقبه اليمينيشن اوف ووتر بنسميه كوندنسيشن. ليه؟ كان الامين عمل كوندنسيشن مع مين؟
مع الكيتون. الكلام ده يشمل الكيتون والالديهيد عادي. طيب الرياكشن ده نعيده تاني، هوريه لك تاني بس بالامونيا. بس ايه ال سوري معلش، لا نرجع للرياكشن ده قبله. تمام، فبصفة عامة سواء ده كان الديهيد او كيتون هتسميه امين، امين من الدبل بوند، سواء الديهيد او كيتون، عشان كده انا رسمت لك طرف واحد، يعني هو ار هنا وهنا، دي ممكن تبقى اتش او ار. تمام، مع اي امونيا كومباوند او كومباوند كونتيننج ان اتش 2، الزد الزد دي اللي هي هنحطها هنا اهو، باقي الجروبز دي شايف باقي الجروبز دي كلها، دي مكان الزد. ايا ما يكون الزد دي سواء اتش او ار، لو اتش هنقول عليها امونيا، لو ار يبقى برايمري امين يعني ار ان اتش 2، لو او اتش يبقى ان اتش 2 او اتش ده نسميها هيدروكسيلامين، لو ان اتش 2 ان اتش 2 هنقول هيدرازين وهكذا، هيدرازون هيدرازين. ده جنرال رياكشنز. قال لي لو عندي اتش 2 ان زي زي اي حاجه، طيب ده بيتفاعل ازاي؟ قال لي بيحصل كوندنسيشن رياكشن، الاكسجين دي بتطلع مع الاثنين اتش دي وعلى هيئه ميه، يبقى يديني ايه؟ سي دبل بوند ان، وايا ما يكون الزد. تمام، فالكل المركبات اللي فيها ان اتش 2 والان دي تبقى بيزك، يبقى على طول وانت مغمض بيحصل كوندنسيشن. ازاي بيحصل كوندنسيشن؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت قلنا بيحصل الاول عادي النيوكليوفيليك اديشن وبعد كده اليمنيشن للووتر، فهو انا جايبها لك خطوه واحده. فلو كانت الزد دي اي حاجه من الازرق دول هيدي، يعني انا لو بدات بامونيا يا دكتور يبقى المركب اللي طالع ايه؟ اه سي دبل بوند ان اتش، نسميه ايه ده؟ امين. كلمه امين غير امين، امين ما يبقاش هنا في دبل بوند، يبقى في سنجل بوند وان اتش 2، لكن هنا نسميه امين. تمام، برضو او بدل الاتش ار هنسميه امين او ليه اسم مشهور شيف بيز، شيف بيز. والشيف بيز دي ليها كالرز كتيره جدا، يعني المركب ايه، وكان زمان بيستخدم المركبات دي كلها كانت بتستخدم في التعرف على البيز والكيتونز قبل ما تظهر الاجهزه. تمام، وغير كده ليها بيولوجيكال اكتيفيتيز كتير. طيب لو بدات بهيدروكسيلامين هيديني ايه؟ هيعمل برضه كوندنسيشن ويديني اوكزين. طب لو بدات بهيدرازين يا دكتور هيديني هيدرازون، لو وهكذا فينايل هيدرازين هيديني فينايل هيدرازون، سيمي كاربازايت سيمي كاربازون. هي الفكره واحده، ال NH2 دي بتعمل كوندنسيشن مع الكربون، تطلع مولكيول اوف ووتر ادي او ادي H2 ويديني باقي المركب. تمام، كلهم دول ليهم نفس الرياكشن، انت بتعتمد على النيوكليوفيليك اديشن. طيب ماشي لغايه هنا متابعين يا شباب؟ مفهوم ولا ايه؟ تمام، طيب نيجي بقى لمين؟ ماشي الاسامي نحفظها، بيقول الاسامي دي نحفظها ولا ما نحفظهاش؟ انت مع امين امين يعني ايه، هيدروكسيل امين اوكزين دول مشهورين، والهيدرازين هيدرازون، على الاقل لغايه هنا تبقى انت تمام. تمام، طيب الالدهيدز والكيتونز ممكن اعمل اديشن لالكوهول عليهم، والرياكشن ده هنشوف اهميته بعد شويه، لكن هو عادي زي ار او اتش. قال لي بالنسبه للالدهيد او بالنسبه للكيتون ممكن نعمل اديشن لالكوهول تو مولكيولز من الالكوهول، فالالدهيد بيتحول الى اسيتال وده ريفرسبل رياكشن وبيتم في اسيد ميديوم، ولازم تعمل اليمينيشن للووتر اللي طالع عشان الريفرسبل يمشي باتجاه دوت، يعني اعمل مثلا ديستليشن اخد الووتر. تمام، الكيتون تو مولكيولز بيدوني ايه؟ كيتال. كيتال، وعامه الايوباك اعتمدت الاسم كيتال للاثنين، بس يعني كان زمان بيقولوا على اللي يجي من الالدهيد اسيتات ومن الكيتون كيتال. انت ملاحظ الفرق ايه؟ هنا كانت في سي دبل بوند او، هنا الكربون متصل باثنين او ار، فايثر يعني زيه زي مين؟ زيه زي الايثر، فعشان كده سموه ايه؟ الفرق هنا دي اف بي اتش وهنا دي اف ار، بس ادي كل حاجه.
طيب الرياكشن ده ايه اهميته او ليه بيتم على تو مولكيولز؟ اول مولكيول بيعمل اديشن عادي فيدي ايه او ار من ناحيه والثانيه او اتش، بعد كده الاو اتش يبقى يديني ايثر الكحول زائد الكحول ثاني ممكن يدي ايثر، تمام؟ فيبقى فولي ايثر فول ايثر. طب ايه اهميه الرياكشن ده؟ قال لي انا حولت الكيتون جروب او الالدهيد جروب الكربونين الى ايثيريك بوند، فبالتالي اقدر اعمل بروتكشن للكربونين. يعني ايه بروتكشن؟ يعني لو مش عايز الكربونين تتفاعل احولها الى ايه؟ الى اسيتال او كيتال، وده في السينثيسيس ده استراتيجي. يعني تخيل انا عندي كذا جروب في المركب او اتش اسيد مش ايفر، يعني عايز اعمل تفاعلات بس ممكن الكيتون نفسها تتفاعل ومش عايزها تتفاعل، اعمل ايه؟ يبقى اعمل لها عمليه بروتكشن، وبعد ما اخلص تفاعلاتي اشيل البروتكتنج جروبس. هو مش ده ريفرسبل؟ يبقى زي ما دخلت الالكون اروح مطلعه ارجعه تاني فيرجع لي الكيتون اللي انا عايزها. يعني بالظبط انا عندي عايز اعمل اكشن على جنب من المولكيول بس الكيتون اللي في موجوده في الجنب التاني ما تحصلهاش حاجه، يبقى اعمل لها بروتكشن كاسيتال بالرياكشن مع الالكون، وجود دي هيدريتنج ايجنت يشيل مين؟ الميه، او اعمل اشيل الميه هتتحول الى اسيتال او كيتال. طب انا عايز ارجع الكيتون اعمل ايه؟ اروح حاطط ميه وبرضو اسيد ميديوم، الرياكشن هيبقى ريفرسبل بس يبقى دايلوتد اسيد، هيديني مين؟ يرجع الالدهيد او الكيتون. حلوه اللعبه دي؟ طيب يعني مثلا زي ما هنشوف بعد كده، مثلا عندي ايه؟ عندي الكين وعندي كربونين وانا عايز اعمل ريدكشن. الله، طب ما الريدكشن ممكن يتم على الالدهيد زي ما هنشوف، ممكن يتم على الكيتون، يبقى ممكن نعمل بروتكشن ليه؟ لواحد للالدهيد او الكيتون، ونعمل ريدكشن لمين؟ دي زي ما احنا عايزين لمين؟ للالدهيد او الكيتون، تمام؟ فدي احد الطرق للبروتكشن. طب احنا هنوقف على كده النهارده في الشرح، ونوقف كمان التسجيل، تمام؟